بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيواتنا نيت تقدم لكم غاتا أو صينية الشوفلور أو القرنبيط بصلصة البشاميل من السما بالبصل. وصفة بسيطة جدا وتحضيرها غاية في اليسر، وكتطلع يعني جميلة ورائعة جدا. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير في نفس الوقت. بالنسبه لهذا الكغاطان فغادي نحتاجو مقدار من الشوفلور او القرنبيط او الزهره فور، انا كنطبخو على البخار وغادي تخليوه شويه شاد في راسو، يعني ينضج بنسبه 80%، لان حلاوه القرنبيط فانه يبقى شاد في راسو. قلت المقدار المناسب لكل اسره، انا هنا عندي تقريبا غادي تكون واحد نص كيلو فورتو في ماء فيه قليل رشه بسيطه من الملح مع شريحه ليمون حامض مع حبيبات من تقريبا نصف ملعقه صغيره من الكمون حبوب، باش يعني باش يخفف من ديك الرائحه ديالو. ها هو انا فورتو وها هو رصيتو في هذا الطبق ديال الفرن مدهون بالزبده. غادي نحتاجو ليه صلصة بشاميل من السما مزيان، يعني لان ما كاين والو، كاين غير هو ولا صوص بشاميل، فخصنا من السما واحد شويه. غادي نحتاجو بصله، يعني غادي انا ما غاديش نستعمل هذه البصله كامله، هذه كتشوفوها متوسطه، غادي نحكها غير تقريبا حتى لهنايا. غادي نحتاجو الجبن، غادي نحتاجو بالنسبه لصلصه البشاميل غادي نحتاجو طبعا الزبده والحليب والدقيق، نسيت ما حطيتوش، انا غادي نحطو. غادي نحضروا نصف لتر من صلصه البشاميل تكون سميكه يعني ثقيله. غادي نحتاجوا جوج معالق ونص ديال الزبده مع جوج معالق ونص ديال الدقيق مع نصف لتر من الحليب، كما قلت لكم انا بغيتها ثقيله. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الملح، عندي هنايا بودره الثوم تقريبا نصف ملعقه صغيره، يعني تقريبا نصف ملعقه صغيره. عندي الفلفل الاسود ايضا نفس المقدار، عندي رشه فلفل احمر حار، وعندي هنايا راس معلقه صغيره ديال توابل راس الحانوت او اي خلطه بهارات متوفره عندكم فيها جوزه الطيب والهيل وشويه القرنفل والقرفه. غادي في البدايه غادي نحك هاد البصله هنايا، وهي عليها علاش غادي نصوب لاصوص بشاميل. هانتوما، وانا كنذكر المقادير نسيت ما ذكرتش لكم ثلاث قطع جبن مثلثات حتى هو غادي نعملوه. غادي ناخذو فوق هاد البصله هادي، غادي نحطو ملعقتين كبيرتين ونصف من الزبده، انا كنستعمل الزبده نباتيه، ها هي تقريبا زوج معالق كبار ونص. غادي نحطهم فوق النار ونشحر عليهم شويه هاد البصله هادي. ها هي حطينا البصله والزبده فوق النار، غادي نحركوهم حتى يذوبوا واحد شويه. هنايا كتلاحظوها هي ديك شويه ديال البصله تشحر واحد شويه مع الزبده. غادي نضيف الدقيق كما قلت ملعقتين ونصف، غادي نحرك. وغادي نبدا نضيف الحليب، الحليب وانايا كنحرك بشويه حتى نضيف نصف لتر كامل. وغادي نبدا نضيف الجبن المثلثات اللي عندي وانايا كنحرك باش يلاه يذوب.
وغادي نبقى نحرك على نار هادئه حتى تختار عندي هاد الصلصه هذه. هنايا ها هي الصلصه بدات كتقال وقربت تغلى في هذا المستوى هذا. غادي نضيف العطريه اللي عندي. الملح ما ضفتوش كامل باش نذوق، تمشي تجيني مالحه مع الجبن، راه مالح. الصلصه كما كتلاحظوا ها هي غلات، دابا غادي نبعدها من النار. وذقتها لقيتها ناقصه شويه الملح، غادي نضيف هذاك الملح كله اللي عمل. صافي دابا حنا بعدناها من النار، دابا غادي نغطيو بها داك القرنبيط او الشوفلور اللي عندنا. صافي دابا غادي ناخذوا الصلصه ديالنا المنسمه بالبصل، غادي نفروها فوق الشوفلور او الزهره او القرنبيط اللي عندنا. دابا نوزعوا الجبن اللي عندنا، وغادي ندخلوا هاد الكغاطان للفرن مسخن من قبل واحد 15 دقيقه من التحت، من الفرن من التحت، وشي 5 دقائق نفتحوا عليه شويه من الفوق باش يتحمر الوجه. أكون سعيدة جدا باشتراككم في قناتي، وستجدون إن شاء الله ما يروقكم من الوصفات.